بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فإني أوجه من مقامي هذا تحية إلى الإخوة السلفية العقلاء الراشدين، والحمد لله هم كثير وقد راعني ذلك، وأعتذر وأعترف أني كنت مخطئا في يوم من الأيام حينما كنت أعمم فأقول السلفية كذا والوهابية كذا، ففيهم عقلاء راشدون يبحثون عن الحقيقة، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى هداهم إليها. وفي هذا اليوم وفي آخر تسجيل النشر، واحد منهم يقول: أنا من المصنفين في السلفية، ومنذ 20 سنة وأنا أكتب الكتب، وكانوا يحذرون منذ الصبا من الأشعرية، وأن نقرأ الأشعرية، وأن نقترب من الأشعرية، وأن نناظر الأشعرية. ولكن لما أن اطلعنا على كلامكم، على كلامي وكلام غيري من الدعاة إلى الله، إلى منهج الكافة، من الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: رجعت إلى الحق. وبالأمس القريب اتصل بي أحد القضاة في الجزيرة العرب من أهل الحجاز، وقال لي إنه بفضل الله سبحانه وتعالى قد عاد إلى مذهب الإمام الشافعي، وصرح لي بأشياء خطيرة ما كنت أتوقعها، خاصة أن الفترة التي كنت فيها في الحجاز كان كثير ممن يتولى القضاء كانوا لديهم شيء من العلم. فهو يقول لي: والله إن الظلم منتشر جدا في محاكمنا. والحقيقة هو الرجل كان منصفا، قال لي: ولاة الأمر لا علاقة لهم بهذا الأمر، ولم طبعا أنا لا أعرفه، والتسجيل بوسائل الإنترنت يخفى ولا يظهر لأحد، هو ليس خائفا من الرقيب، خائف من مراقبة الله سبحانه وتعالى. قال: ولاة الأمر في بلادنا لا يريدون هذا الظلم، ولكن هذه الطريقة في تولية القضاء من لا يستحق، وممن لم يدرس الفقه الذي يسمونه على سبيل الانتقاص الفقه المذهبي، أدى إلى كوارث. فالقاضي يحكم بهواه، لا يرتبط بنصوص، ويدعي الاجتهاد والنظر في الكتاب والسنة، وقد أقسم على أمر وهو أمر غريب. قال: أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم على أن أكثرهم لم يفهم ورقات الجويني، فضلا عن الآج الرومية. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا مناكفة ومحاربة فقه المسلمين الموروث. فعقلاء الحجاز وعقلاء نجد وعقلاء الجزيرة العربية، وما أكثر هذا الصنف، الحقيقة والله إنهم لا يستحقون تحية مضاعفة، وهم أحسن حالا من كثير من إخواننا الأشعرية والصوفية الذين درسوا في الأزهر الشريف وفي الشام وفي العراق وفي غيرها في معاهد أهل السنة، لأنهم منذ ولادتهم وهم يقرؤون على كبار أهل الذكر، على كبار العلماء. أما أولئك أهل الجزيرة العربية، فضلاء العرب وأصلاء العرب، هؤلاء لم يمنعهم التعصب من اتباع الحقيقة حينما رأوها صارخة، وأعلنوا قيادهم واستسلامهم للحق، لأنهم باحثون عن الحقيقة. وقد صرحوا جميعا بأن طريقة شيوخهم التي ربوا عليها كانت قائمة على الكذب في التحذير: احذر ثم احذر ثم احذر ثم احذر، من أشياء كلها
أباطيل في أباطيل في أباطيل. الأشعرية لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه، كذب ثبت لديهم أن الأشعرية المذهب الراجح لديهم هو زيادة الإيمان. الأشعرية يؤمنون بسبع صفات للباري فقط دون غيرها، غير صحيح، ولم يثبت عن الأشعرية إلا في فهم الوهابية السقيم. الأشعرية جهمية، الأشعرية هم أفضل من ردع الجهمية كما يعترف بذلك ابن تيمية ذاته. الباقلاني وأمثالهم الذين قضوا على مذهب جهم بن صفوان والجعد بن درهم. إذن حذروا أتباعهم من اتباع الأشعرية بطريقة الكذب، وبما أن حبل الكذب قصير لم يمتد إلى أكثر من 70-80 سنة، انقطع بعد ذلك لأن الأمور اختلفت وبدأت أشياء وظهرت أشياء تبين أن أولئك القوم الذين هم سواد المسلمين ظلموا أكثر من مرة، وهناك أموال تدفع لزيادة ظلم أولئك الناس. فإخواننا الكرام، والله إني يعني لأبكي أحيانا حينما أسمع كلامهم وأرى حرقتهم، وهم قد عاشوا في بيئات جافة تحارب أهل السنة والجماعة والمطبوعات يمنع دخولها، وربوهم على أن هؤلاء جهمية ضالون قبورية يعبدون. قال لي واحد من أولئك الطيبين الفضلاء من منطقة يعني لا أجل أذكر منطقة طيء، نعم، ما بين يعني سلمى وأجا، قال لي حينما رحلت ورأيت الناس الذين وصفوهم لنا بأنهم يعبدون القبور والأوثان وجدت دينا أفضل من ديننا واتباعا للكتاب والسنة أكثر منا وكرما مع شدة الفقر عند أولئك الناس في بلاد الهند والسند وغيرها. علمنا أن كنا مغرورون وأننا مخدوعون. فأجدد التحية لكل الناس، لكل متابع لنا، بل أجدد التحية خصوصا تحية عطرة إلى أهل الحجاز وأهل نجد وأهل الجزيرة العربية، إلى الفرسان الميامين، إلى الفضلاء الصالحين الذين كانت دعوة الإسلام الأولى من مادتهم. فأجداد كثير منهم هم الذين قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما فرض عليهم ذلك الشيء الذي ظنوه تدينا وعرفوا أنه مخالف للواقع ومخالف للحقيقة لم يمنعهم ذلك. أنا أخطئ وغيري يخطئ، ولكن لماذا لا تبحث هذه المسائل بموضوعية؟ أنا خطأ يا أخي، تمام؟ قد أكون أخطأت أحيانا في تقرير مذهب الأشعرية أو في الرد على الوهابية، هذا الشأن، الخطأ كل يوم أكتشف خطأً، ولكن لماذا لا تدرس هذه المسائل بموضوعية وإنصاف؟ لماذا لا يسمح للفريق الثاني أن يعبر عن رأيه كما هو؟ لماذا؟ يعني أذكر تمثيلية عمر المختار، فيلم عمر المختار، حينما قاموا تمثيلية لمحاكمة عمر المختار، فالمدافع المحامي عن عمر المختار حينما ذكر شيئا مما يبرئ عمر المختار قال له رئيس المحكمة لقد تجاوزت حدودك. المراد أن تدافع عنه بما يدينه، لا أن تدافع عنه بما يثبت براءته. وكذلك يفعلون بنا في الحديث عن الأشعرية، يمنعون من تبرئة ساحتهم من ذلك الباطل الذي هم يتبرؤون منه، ما ذاك إلا تثبيتا لأولادهم كما قلت في يوم من الأيام، كما ينومون به الصغار حتى يناموا يخوفونهم من الأشعرية. تحية ثم تحية. عبقة بالياسميني والقرنفل والقرنفل وممتزجة بالشيح والقيصوم إلى تلك الربا العزيزة على قلوبنا ونحن ننتسب إليها تاريخيا وجسديا ودمويا، إلى
نجد وما حول نجد وإلى الحجاز المبارك وإلى عسير وإلى الشرقية والإحساء وإلى جميع بلاد الجزيرة العربية وإلى غيرها من بلاد المسلمين. طبعا إخواننا الجزائر لا أنساهم، والله فيهم فضلاء وأساتذة في الجامعات رجعوا مباشرة إلى مذهب أهل السنة والجماعة بدون تعب. أيضا في بلاد كثيرة، في داغستان، في طاجيكستان، في أوزبكستان، في الشيشان، أناس قطعوا شوطا في الوهابية ولكن عندهم إنصاف، لما رأوا الحق أعلنوا الاستسلام. لو والله الحقيقة هؤلاء خيرة الناس ويستحقون الإكرام ويستحقون أن نقبل أيديهم. نعم لو رأيت واحدا منهم لو قبلن يده، لأنهم باحثون عن الحقيقة وهم خير منا. أسأل الله لنا ولهم الثبات على ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.